ثواني بس، عشان لو سألت اي حد من ميلانيستا القدام وقلت له هل السيناريو اللي حصل مع ميلان النهارده ده كنت متوقعه، ان ميلان يخسر من ليفربول وان اتلتيكو يكسب بورتو؟ يقول لك طبعا كنت متوقع، احنا عارفين ان الايام كلها بتيجي على ميلان، ميلان مفيش حاجه اسمها يوم ليك ويوم اللي عليك، كل الايام عليك يا باشا، مفيش حاجه اسمها ليك. بس انا مش جاي اتكلم على سوء حظ ميلان، ولا جاي اتكلم على ان ابو صلاح بسم الله ما شاء الله خد توكيل ميلان وان هو اللي رجع في الجيم بعد ما ميلان مسجل الهدف الاول عن طريق تموري، ولا ان اوريجي هو اللي خلص المباراه. انا جاي اتكلم على عم الفلاسفه، معلش بس ما انت مش فاكر ان انا مشغول في ماتش مصر والجزائر وماتش المغرب؟ لا لا نسيبك، تعالى ده موضوع جاك ريليتش يلعب فيرود ده ازاي؟ طيب هو جاك ما بيعرفش يجيب جوان، يلعب فيرود ازاي؟ ما ربنا يعرفه بالعقل. جاك عنده مشكله بالفينش، ولو جاك ما بيلعبش فيرود واللي بيلعب فيرود في الفودن، ففي الفودن عنده مشكله في الفينش. بس احنا بنيه ليه طيب؟ يعني ابراهيم كاكا بدا يشتغل وبدا يسجل، يعني يوم بدا يشتغل ويسجل حطنا دكه ما بالعقل. طيب احلى حاجه في الماتش النهارده ان الرياض سجل هدف عن طريق عرضيه زيلتشينكو. طب ما زيلتشينكو وكيفن دي بروين بيلخفوني، انا ما بعرفش مين زيلتشينكو ومين كيفن دي بروين الا بعد ما الكره ما بتطلع من رجله. عمو بيب احنا عايزين نفهم، طيب احنا ليه زينا زي كل الفرق؟ يعني ليه في الختام بتاعنا لازم نبان ان احنا سايقين وكايل ووكر يطرد؟ يعني كايل ووكر يوم ما بدا ان هو يظبط بدا يطرد، اللي هو يا اخي ما كان غبي قد الدنيا وما كانش بيطرد ولا كان بيتصاب، اول ما بقى بيدافع كويس وبيعمل زيادات هجوميه بقى بيطرد. بعدين موضوع ناسن ايكاي ده، ناسن ايكاي اساسا مستحيل ان احنا نعمل كلين شيت في وجوده، مستحيل. اكتشفت الكلام ده متاخر بعد ما خلاص خربت في الدقيقه 83 ولعبت روبن دياز، اللي هو يا نسيت حاجه مهمه، ايه شخصيتي؟ ما ينفعش ان انا اتغلب هنا قدام لايبزيج، البس حرام عليك، حرام عليك والله اللي بتعمله فيلم ده، حرام عليك. وبعدين يا معلم تاني وتالت ورابع، معلش هو ام الاكاديميه اللي تحت دي ما بتطلعش غير هفاط وبتطلع باكات وبتطلع مساكين، هم ما عندهمش حاجه اسمها فراوده؟ ولا الكلام ده حرام في عرف الاكاديميه؟ ولا انتوا برضو زي ما سارقين التجربه من برشلونه مش عارفين تطلعوا فروت زي ما اكاديميه برشلونه مش عارفه تطلع فروت؟ كلام عندكم متعب، بس الكلام المتعب دايما بيجي كده ورا ميسي. يعني يا اخي فكره ان ميسي سجل هدفين النهارده ليه قدام كلوب بروش هي اكتر حاجه كيفتني في النهارده في اليوم، انما فوز ريال مدريد على انتر حاجه متوقعه وحاجه معروفه ان كده كده الريال هيكسب انتر. انتر ما بيكسبش الريال ومعرف نسي حوار ان هو يكسب ريال مدريد ده من فتره طويله، وحوار ميلان ده هو اللي كان مفاجاه النهارده ان ميلان يخسر والناحيه الثانيه اتلتيكو يكسب. بس كان في كلام ان سيميوني احتمال يمشي لو اتلتيكو مدريد فشل ان هو يوصل للدور القادم في دوري ابطال اوروبا. فعمو سيميوني الف الف مبروك ليك على المرتب اللي انت لسه بتتقاضاه في اتلتيكو، اغلى مدرب في العالم سيميوني، خلي بالك يعني سيميوني مش كلوب ولا بيب جوارديولا. بس الحمد لله رب العالمين اليوم عدى على خير، واليوم كان لذيذ وجميل. هو من اسوء الحاجات اللي حصلت فيه الخساره اللي حصلت لمانشستر سيتي والطرد بتاع كايل ووكر، بس عوضها الهدف بتاع ريال وعوضها الهدف بتاع مو صلاح والتوكيل اللي هو واخده في ميلان. كان الفيديو خفيف وظريف كده، لو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعلم ان انت من انصار رحيم السلم كاكا. لو ما عجبكش الفيديو